أهلا بكم إلى هذا العدد المتجدد من برنامجكم التفاعلي تواصل دوت كوم، ولدينا في هذا العدد أربعة عناوين تتضمن مجموعة من الأخبار التي تداولها الشباب العراقي في فيسبوك وتويتر وغيرهما من وسائل التواصل الاجتماعي. في البداية نتوقف عند سايلو البصرة المتوقف، وكذلك عند صورة نشرت لحجر أساس مشروع الفندق العائم والمرسى في المحافظة ذاتها. أما في العنوان الثاني فسنتجه إلى شارع الشعلة بالبصرة ومعاناته بسبب الإهمال الحكومي، وبلدية البصرة تنقل النفايات من داخل البصرة إلى جوانب طرقها الخارجية، ثم إلى مأساة وكارثة نفوق ملايين الأسماك وسط مخاوف من تواصل التلوث وازدياد حجم وشكل المخاطر. أما الختام فسيكون مع ظروف التعليم في العراق بين مناهج صعبة على الطلبة الابتدائية وترك ثغرات في الكتب لإعادة طباعتها حتى يتكسب من ورائها المسؤولون كما يقول ناشطون. أهلا بكم. ونبدأ مع حديث نشطاء عن سايلو البصرة الموقوف أو المتوقف، لكم أن تحكموا. ويتحدث النشطاء قائلين إن هناك ربما محاولة لعرض السايلو للاستثمار، دعونا نتابع لمزيد من المعلومات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم احنا في سايلو مقصر، هذا السايلو اللي يستقبل بواخر الحنطة من الزمن السابق لحد الآن. المشكلة وين؟ هذا السايلو توقف 2017، العام توقف، رغم انهم ذبوا عليه، طبعا صرفوا عليه مليون دولار لكن توقف من العمل. ليش توقف من العمل؟ لسبب، يعني السبب الرئيسي الحقيقي اللي ما حد يرضى يحكي به، طبعا اكو مافيات وعصابات تريد توقف هذا السايلو، وبعدين شكلك هو غير مؤهل، هو كان يشتغل حتى تحوله الى مستثمرين، ويجي المستثمر عاد جاهز ياخذ هذا السايلو وياخذ الارباح مثل ما صارت بقضيه الموانئ وغير الموانئ. السبب الظاهر لا، هذا الميناء محتاج الى مصدات حتى يرجع للشغل. خلينا نحكي بالظاهري، ما يخالف، احنا اقتنعنا بان هذا سايلو البصره، وقف هذا السايلو من الشغل. الآن البواخر، هاي المصدات جد محتاجة مبلغ، محتاجين مبلغ 10 مليون دولار، 10 مليون دولار، يعني تقريبا 11 مليار دينار عراقي محتاجين. ما عندهم فلوس، وقفوا سايلو كامل، وقفوا من الشغل، ما عندهم فلوس، ما عندهم 10 مليون دولار يجيبونه. زين البواخر وين قاعد تجي؟ البواخر قاعد تجي في ميناء مقصر. وزارة التجارة تنطي لوزارة النقل 300 مليون على الباخرة، 300 مليون، يعني 3 بواخر يعادلن مليار، 30 باخرة يعادلن 10 مليون، يصلح هذا السايلو والأرباح تروح للموظفين، والموظفين ينتعشون ويرتاحون ويرجع هذا السايلو للشغل وينتهي الموضوع. أجور مال 30 باخرة الآن وزارة التجارة قاعدة تنطيها لوزارة النقل وينتهي الموضوع نهائيا. زين إذا هي 400 باخرة، 500 باخرة قاعدة تجي، قد يصير المبلغ؟ وهذا شنو معناته؟ معناته هم ما يريدون يسوون هذا السايلو، يريد يخلونه بهذا الوضع، يريد يخلونه معطل، حتى انه يلا شركات استثمار يقدموا عليه، تجي شركات الاستثمار كل شيء ما تسوي. الان نتجه بكم الى معمل كبس التمور في الهرثة، اين كان وكيف اصبح حاليا؟ السلام عليكم اهل البصرة، هذا معمل التمور اللي يوقع بقرمة علي شارع الحلاف. هذا كان يصدر للدول العربية كلها، معمل ضخم، الآن فتحوا به ملاعب، والهواي شجر لكم والله تسرح وتمرح به. هذا من أكبر المعامل كان بالشرق الأوسط، قريت عنه أنا، وهذا حال الآن. شوف الثروة العراقية والثورة الوطنية دمرت دمار، إذا ما تستورد ما تعيش، خطة مدروسة دراسة كاملة. هذا المعمل يستطيعون إعادة تشغيله، والعراق ما ناقص تمر همه، خصوصا البصرة، ولكن دمروا العراق والبنى التحتية كلها. الله يحفظ أهلنا وناسنا إن شاء الله وتنعادنا في صلاح. ما بقي من حجر أساس مشروع الفندق العائم والمرسى في البصرة هو الذي نشره شباب عراقي على فيسبوك من خلال صورة، حتى يشير إلى فكرة تقاعس بل إهمال بل ربما الانصراف التام للمسؤولين العراقيين عن إتمام هذا البناء. نتابع وإياكم. هذه هي الصورة
التي بقيت من المشروع وكما تبدو أمامكم، حجر أساس أو بعض من حجر الأساس لا أكثر، هذا كل ما تبقى من هذا الحجر الذي وضع من أجل بدء مشروع الفندق والمرسى العائم في البصرة، لكن للأسف لم يحدث شيء. الآن إلى شارع الشعلة في منطقة الحيانية بالبصرة والذي يعاني بفعل الإهمال الحكومي، نتابع. هذا الشعلة حي الحسين الحيانية، بشرفكم هذا المنظر. وين الخدمات؟ وين يا سيادة المحافظ؟ تفضل، يرضيك هذا؟ ومن شارع الشعلة الآن نذهب وإياكم إلى محيط الساعة بمنطقة المعقل بالبصرة، هذا المحيط الذي تغمره الأمطار ولا اهتمام من البلدية أيضا، نتابع. إلى ما عده شباب العراق في مواقع التواصل الاجتماعي كارثة بكل المقاييس. بلدية البصرة تنقل النفايات من داخل المدينة إلى جوانب طرقها الخارجية، نتابع. يا طيبة أحبائي، خل نراويكم الأسلوب الحديث والمتطور جدا لبلدية البصرة في طريقة التخلص من النفايات على الطرق الخارجية. النفايات تلقى في محافظة البصرة، شوف لا ما لها نهاية، تقريبا 2 كيلومتر النفايات تلقى بهالطريقة هاي مثل ما جاي تشوفون. هاي الطريقة الحديثة في عام 2018 لبلدية البصرة في التخلص من النفايات، هاي على قارعة الطريق. ما اعرف مدير البلديات شنو شغلكم بالبصره؟ شو تسوون؟ والله ما اعرف شنو عملتم، فهمونا شنو انجازاتكم. بلديه طول بعرض بعاليات. تفضل، ما لا يكون صوتي واضح. تفضل، الى ما لا نهايه. هاي لا لوري ولا لوريين ولا 100 ولا 1000 لوري. يرمونها على بالشوارع. تفضل، هذا شارع محمد القاسي اللي مؤدي الى الشعابه، وهاي النفايات الى ما لا نهايه. الان من هذه المعاناه التي يتكبدها الانسان والمواطن العراقي في المقام الاول والاخير طبعا، الى الازمه الاخرى والجديده التي يتكبدها المواطنون ايضا والعراق بشكل عام. صاحب أحواض للسمك في المسيب يتحدث عن كارثة نفوق ملايين الأسماك، نتابع. والله الأعداد ما تنعد، بالملايين السمك والأقفاص، وهي صارت الإصابة من الطاقة واللي جاي، هيك راحت على المسيب من الطاقة. اليوم اللي ما تحملون ما نحمل أحد، إحنا ما نعرف، بس إحنا ما تدرين، إحنا هنا قاعدين من وجهة لقبة ما نعرف شنو هو، من طاقة، من غير شيء، من غير جهة، من غير هاي، ما نعرف. إذا حجي أكو ساعة شفت أسماك يعني بعدها عايشة، تقدر تتلاحق عليها تنقصها بغير أقفاص المية؟ ما تموت. شنو الأسباب؟ هو انضربت، انضربت جيب له وحدة خليها عليها. انضربت وبعد ما لا انضربت المواد، حتى لو ما توديها هي، وين ما توديها هي تموت، يعني انضربت فطريات بكتيريا شيء ما اعرف. اي بالغلاف مالتها بالماده. نقدر نشوف انه بدنا نشرح عليها حجي من الاسماك. اليوم احنا شو اليوم نريد نشوف المشاهدين الصغار. اي وحده ما هذا ما اقدر، هذا ميت اللي قدام، ما لازم اقول لك وحده بعدها توها تريد تنام. الوحدة توها تريدك. شوف ان هاي وحدة. ايه. صح.
هاي الازرار بس احنا اخذوا هاي رايد هذا شوفه شوفه شلون مضروب بالغلط متها هذا مضروبه مثل التراب عليه. لا تزال هناك مخاوف من تفسخ الاسماك بنهر الفرات بعد كارثه نفوقها وتواصل التلوث. المواطنون ابدوا الكثير من الانزعاج. تعالوا نتابع هذه الماده ومن ثم نعود. الكثير متخوف بسبب يعني هناك نوع من الإهمال فيما يتعلق بجوانب الرقابة الصحية والأمنية، خوف أن يتم تهريب مثل هذه الأسماك وبيعها على أنها صحيحة وسليمة للمواطنين. سيطرة أمنية في ذي قار تضبط مركبتي أسماك نافقة متجهة كانت إلى البصرة. التاريخ اليوم 4/11/2016 بعد ساعة من القبض على السيارة الأولى، صورة السيارة الأولى هاي، السيارة الثانية هاي نفس الحبل، هو نفس صاحب الحبل، رقم 1/1/79، النوع شوفر جنسي أبيض اللون، أيضاً ما في أسماء. ايضا ماده الاسماك جسم فتي عبد الفضل حمدان، نفس الحمل مال العجله الاولى اللي ذكرناها قبل لحظات، قادمه من محافظه رابي باتجاه البصره. طبعا هاي العجله تحمل 6000 من عدد الاسماك، والعجله الاولى اللي صورناها قبل لحظات حملة ب20,000 حسب ما مذكور بالوصف. ومن هذه الخسارة الفادحة بأثرها السمكية وما وصفه نشطاء عراقيون على فيسبوك وتويتر بعجز حكومي مستمر وصمت مطبق، إلى مشكلة أخرى تتعلق بالجيل. الأطفال في المدارس ما بين واقع الفساد الحكومي وفساد بعض المسؤولين الذين يتاجرون بمصير هؤلاء الطلاب من خلال إعادة طباعة الكتب وترك ثغرات في بعض الكتب من أجل إعادة طباعتها والتربح منها، وما بين شكوى مواطن حول المنهج الجديد لكتاب الرياضيات للصف الثاني الابتدائي. البداية ستكون مع مواطن يشتكي ويقول إن المنهاج الموضوع لطلبة الابتدائية لا يتوافق والقدرة العقلية للأطفال. تعالوا نتحقق وإياكم. بسم الله الرحمن الرحيم. أصدقائي المتابعين الفيديو، اليوم يعني عندي مسألة في كتاب الرياضيات للصف الثاني الابتدائي مع السادة المؤلفين، يعني أسماءهم الواضحة أمامكم، مديرية العامة لمنهج وزارة التربية العراقية طبعة 2018 الثالثة. بالطبع يعني كتاب الرياضيات أو الثاني الابتدائي يعني لازم يكون أكو هناك تنسيق بين يعني مؤلفين مادة الرياضيات وبين مؤلفين اللغة العربية. يعني من سابع المستحيلات طفل إلى حد الآن هو يتلمس طريقه في الكلمات ومعرفة المفردات، يفهم مفردات على مستوى عالي يعني من المعنى. مثلا على سبيل المثال يعني بغض النظر عن اللي موجود هنا، يعني بالخامس ابتدائي هناك إملاء منقول
في قراءة الخامس ابتدائي عن يعني كلمات الأرقام أو التعبير بالكلمات عن الأرقام، يعني 700 600 300 اللي موجود هذا الإملاء موجود بالخامس ابتدائي. زين، هنا في صفحة 15 اكتب العدد بالكلمات، ثم 155 107 614 437. أنا ما أفتهم يعني طالب ثاني ابتدائي يعني مطلوب من عنده أنه يفهم ويكتب العدد بهذا بالكلمات وهي أصلا موجودة أصلا بالخامس ابتدائي؟ يلا يقدر يوصل إلى هذا المستوى أو إلى هذا التكنيك في قراءة العدد وكتابته؟ يعني هاي مسألة محيرة جدا. نبقى أيضا في أزمة التعليم. ذكر نشطاء عراقيون أن مسؤولين وصفوهم فاسدين قالوا أنهم يتركون ثغرات متعمدة في المناهج لإعادة طباعتها والتكسب من ذلك. تعالوا نتابع. بادئ العلوم للصف السادس الابتدائي. والقرآن الكريم والتربية الإسلامية ومبادئ العلوم هاي شنو؟ كتب مطشرة شامريها بالشارع، صحون التربية ما عندها كتب. العلوم كتاب النشاط كلهن جدد كل شي ما بيهن. الرياضيات صف السادس ابتدائي. رياضيات كتب جدد وكل شي ما بيهن. جغرافيا الوطن العربي كتب مشمرة وترس القيعان ويمها الزبالة وهاي المدرسة فلشوها وهاي المدرسة اللي حطتها كرفانات وهاي الكتب مالتهم مشمرة والعالم كتب ما عندها يطردون بالطلبة والقرآن صاير علي لحدي. القراءة العربية المستوى الثالث خرب. وصلنا إلى فقرة آراءكم، تعالوا بنا نشاهد معا مجموعة من الصور. هذه الصور تظهر أمامكم فيها مواد غذائية، وفي خضم مأساة أزمة نفوق ملايين الأسماك وما يتكبده العراق والمواطن العراقي في المقام الأول، نشطون يستغربون من ضخ شركة الكفيلة التابعة للعتبة العباسية التابعة للمرجعية كميات كبيرة من الأسماك المجمدة في الأسواق بالتزامن مع كارثة نفوق الأسماك التي ضربت الثروة السمكية. طبعا الكفيل هي شركة منتجات غذائية، وقيامها بهذه الخطوة كما تبين الصور التي تشاهدون جعل الكثيرين ينظر إليها على أنها تحاول استغلال الأزمة للاستفادة منها ماليا ولو على حساب معاناة المواطنين. تعالوا نشاهد كيف تداول شباب عراقي هذه الصور وكيف علقوا عليها. خالد الفهد يكتب: ليش هو منو صمم السمك غير جماعة الكفيل؟ هذا الشاب يتهم هذه الشركة أو لربما الجهة التي تتبعها أو الناس الذين يلتفون حولها، يتهمهم بأنهم هم الذين سمموا الأسماك. إلى تعليق آخر ورأي مختلف من ياسر البصري يكتب: 36 جامعة حكومية، 57 جامعة أهلية، ألاف الألقاب العلمية من أستاذ بروف، وبالأخير نرسل عينات السمك النافق إلى الأردن لتحليلها. ياسر هنا مستاء من إرسال منظمة الأغذية الدولية وتعاون الجهات المعنية من العراق مع المنظمة إرسال عينات من السمك إلى الأردن من أجل تحليلها في الوقت الذي توجد فيه يعني عشرات الجامعات المتخصصة بهذا المجال في العراق، ولكن تم تهميشها وإغفالها، وإنما ذهب المسؤولون ليفحصوا الأسماك بالخارج. هذا ما يقوله هذا الشاب. إلى
تعليق آخر نذهب وإياكم الآن، وكتبه رعد محمد الجزائري. يقول رعد: هو الظاهر مشتركين بهاي الجريمة والكم إيد كلش جبيرة جبيرة بقتل الأسماك حتى تبيعونا أنتم ويا الدجاج. رعد يتهم أيضا أن هناك أيد ربما متورطة بما يعني حدث من أزمة نفوق لملايين الأسماك في العراق. هذا رأيه. الآن نذهب إلى رأي آخر وإياكم في تعليق القادم. عباس يكتب: هي هاي كانت الغاية من إبادة الثروة السمكية حتى تمشي بضاعة بعض العملاء وحق الحسين. لو يبقى بس سمك الكفيل وكل سمك مستورد يحرم علي وعلى عائلتي إذا اشتري. عباس يقول إنه لن يشتري سمك الكفيل الذي طرح بالأسواق، الأسماك المجمدة التي طرحتها شركة الكفيل في الأسواق، ويقول إنه لن يشتريها أبداً لأن هذا يأتي في إطار الاستغلال من وجهة نظره. إلى التعليق الأخير نذهب وإياكم، وكتبه مصطفى ثابت. يقول مصطفى: والله لو يبقى آخر يوم من عمري ماكله، كلا كلا للمجمد، نعم نعم للطازج. على ما يبدو أنه يشجع الثروة السمكية الوطنية، ويرفض أيضاً هو الآخر هذا الشاب أن يشتري منتجات هذه الشركة التي ينظر لها كثيرون من الشباب العراقي الذين كتبوا في مختلف وسائل التواصل، ينظرون لها على أنها أرادت أن تستغل الحادثة وتتربح بطرق لا تراعي فيها لا واقع أزمة يعيشه العراق مكتملا ولا معاناة مواطنين هم الذين يدفعون الثمن. الآن إلى تويتر. Bring back Iraq trend، أعيد الترند إلى العراق، هكذا كان الهاشتاغ الذي نشط خلال الدقائق أو خلال الساعات القليلة الماضية. نقرأ عليكم أبرز التغريدات التي ذيلت بهذا الهاشتاغ. البداية مع دانا تقول: دانا، مواقع التواصل الاجتماعي يجب أن تكون حيادية وداعمة لجماهيرها. التهميش والإقصاء وطرق التعامل غير المهني وغير الحيادي أسلوب قبيح ومستفز. مواقف شركة تويتر آخر فترة مستفزة جدا، هذا يكفي. هذا كان رأي دانا. نذهب الآن إلى تغريدة ثانية في ذات الموضوع واختتمت بهذا الهاشتاغ Bring back Iraq trend. صباح ناهي يكتب: وسائط التواصل الاجتماعي متنفس للمغردين العراقيين، وهناك الملايين منهم في دولة وأسست أول محطة تلفزيونية في الشرق الأوسط عام 1956. فمن غير المعقول أن يخلو العراق من الترند خاص به وهم أكثر من 30 مليون نسمة. هذا كان رأي هذا الرجل. الآن نذهب وإياكم إلى التغريدة الثالثة معنا في هذا الموضوع، وكتبتها لارا تقول: لازم يرجع ترند العراقي، ترند في تويتر أيام مظاهرات البصرة، نقل الحقائق للعالم كله وبين فساد الدولة والكذب الإعلامي، مالتها تويتر متنفسنا الوحيد. أتمنى أنه تغردون بهذا الهاشتاغ حتى يرجع ترند العراقي، Bring back Iraq trend. الآن نذهب إياكم إلى التغريدة الأخيرة التي ذيلت بهذا الهاشتاغ وكتبتها لينا تقول: لينا، الكلمة في العراق لها تضحياتها ومخاطرها، على تويتر ألا يساهم بتضييق الخناق علينا أكثر. إذن رسالة وصلت من الشباب العراقي المغرد على تويتر إلى إدارة تويتر من أجل إعادة الترند العراقي. بعد الفاصل نذهب إياكم إلى المقاطع المصورة. دجلة والفرات، من رمز للحياة إلى مصدر يجلب الموت، تعالوا نتعرف على ذلك. أشكال النفط والخيسة والوصاخ، أشكال يعني بحيث لون المي ينصبغ أسود. كلش خطير تلوث المي، يعني المسؤولين اجوا واحنا شفناهم البارحه والبارحه بس اجوا وكشفوا، يعني تعرف يعني هم مثل ابو مرايه
بس يباعون هم وقوتهم ويسوون لقاءات صحفية ويتفضلون يروحون. مشاهدينا بهذا نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام كل ما لدينا في برنامج تواصل دوت كوم لهذا العدد. نلتقيكم لاحقا وأنتم تتمتعون بموفور الصحة وتمام العافية. إلى اللقاء.